كابتن مصطفى ده كان حق الجمهور. عندنا وصلنا الفقرة اسمها انت مين. لما اجي اقول لكابتن مصطفى رياض انت مين، اسمك ايه اللي موجود في البطاقة، الحتة اللي انت ساكن فيها، عرفنا باسرتك، انت مين؟ انا اسمي ابراهيم محمد رياض محمد. لا لا دي واحدة، ابراهيم امال ايه مصطفى دي؟ دي الشهرة. الشهرة الشهرة مصطفى كانوا بيسموه زمان اسمين عشان ابراهيم ومصطفى عشان الحسد. لما روحت النادي سموني مصطفى فكملت رياض، مصطفى رياض، مصطفى رياض. طيب انما السفريات والحاجات دي كلها باسم ابراهيم محمد رياض. ابراهيم محمد رياض. كويس. كنا بنكمل نقول ايه، عرفنا باسرتك بقى. اسرتي الحاج الله يديها الصحه، امين يا رب، وحسام واحفاده اللي هم حور. ايوه. وادم وعلي. ما فهمش واحد غزال صغير طالع؟ اتمنى ادم يعني يطلع يبقى في ريحه الغزال الاصفر. اتمنى يعني، انما هو بيحاول يروح يلعب كوره والحاجات دي يعني. انت شايف جيلك ازاي ما بتقعد كده بينهم نفسه بتقيم جيلك ازاي؟ حزين يا كابتن. ها بحزن ليه جدا على جيلي ده، حزن جدا جدا على المستوى اللي انا بشوفه. حلو ايه؟ والله العظيم ثلاثة يعني ما بقولكش، انا ابقى ساعات ببكي. مين المسؤول؟ والله ما عارفين مين المسؤول، اقسم بالله ما عارفين. هل اللعيبة؟ هل دول اللي في النادي؟ ما حدش عارف حاجة. احنا كلنا بنشجع وكلنا بنرعى الفرقة وبنحاول على قد ما نقدر يا كابتن مصطفى، انما افاجئ بحاجات غريبة في ثانية، الماتشات بتروح منك. انت قلت النية. النية. ربنا يصلح الحال. كابتن مصطفى ايه هوايتك غير كرة القدم والرياضة؟ بتحب تمارس ايه؟ والله ما حاولتش امارس حاجة خالص يعني. خالص؟ خالص. يعني وقتك الفاضي بتعمل فيه ايه؟ والله بقى انا ماليش في الاعداد ولا ليا في الحاجات ولا انت طول عمرك وانت لاعب كده. وانا لاعب وانا بطل. نعم. يعني انا حتى لما بروح البيت بروح واقعد وانزل اجيب حاجاتي وامشي. بتحب تتفرج على افلام القديمه الابيض والاسود؟ بقى دي اكيد. مين من الفنانين بتوع زمان اللي انت الله يرحمه؟ اسماعيل ياسين. الله يرحمه. اسماعيل ياسين. اسماعيل ياسين. الله يرحمه، ده كان حبيبنا. ده حبيبي. ده كلنا اتربينا عليه وطلعنا عليه. يعني ده كان حاجه تانية. كان الواحد لما يقعد كده يتفرج عليه يضحك. تضحك لوحدك. لوحده قبل ما يتكلم حتى. الله يرحمه يا حسين. الله يرحمه. مين من الفنانين اللي انت المطربين اللي انت بتسمعهم بيرجعك بالزمن الجميل؟ بص هقول لك على حاجه، هو بعد عبد الحليم حافظ. ومحمد عبد الوهاب. فريد الاطرش. وفريد الاطرش. اسمهان. واسمهان وفايزه. وفايزه ومين تاني؟ وفي ناس تاني. كلثوم. ومين؟ ام كلثوم. لا دي الحاجه الوحيده يعني. طيب انت معاك شريكه حياتك ربنا يديها العمر والصحه ويخليها لكم يا رب، لو عاوز تبعت لها اغنيه دلوقتي هتبعت لها مين من المطربين؟ انت عمري. انت عمري ام كلثوم. طب ما تقول لها كده انت عمري كده وانت بتقدم. بقول لها انت عمري. لا بغنى. لا ماليش. ما فيش. بتحب المطبخ؟ المطبخ؟ بحب اقف اعمل حاجات. طب حلو قوي. احنا وصلنا. انت اكيل ولا مش اكيل؟ اكيل. وما زلت لحد دلوقتي ربنا يديك العمر والصحه ولا والله نص نص؟ يعني الحاجه كانت تقعد وتقول لي اعمل كذا وكذا. وكنت بتعمل منها خوف بقى ولا كنت بتعمل بمزاج؟ لا بمزاج يعني. بمزاجها عشان هي يعني هي اللي بتواجهني. يعني حطي ده شيل ده. ما تعرفش انت تالف في اي طبخه تعملها من دماغك؟ بالبصرمه. لا ما ده كله بنعمله. الشاي والسلطه. الكلام ده كله بنعمله. والشاي انا بعملها الصبح. ايه الاكله اللي انت بتتقنها في المطبخ وبتطلع 10 على 10؟ مسقعه. مسقعه. بتعملها ازاي يا كابتن؟ بتنجان واللحمه المفرومه. ما انا عارف بتنجان بتتحط في الصينيه. بتقطع الاول. والاول بتقطع البتاع وبعدين تتحط في الصينيه وبعدين تحط الجزء من فوق اللحمه المفرومه. والبصل. حلو. وبعدين تخش الفرن. بس كده. بس وتاكل بقى بعد كده بقى 100 ولا اي حاجه. تاكل بقى زي ما انت عايز. مفيش ملح ولا فلفل ولا اي حاجه؟ لا ما طبعا ده التحبيشه بتاعتك ده الحاجات دي الحاجات المفروضه، انما الباقي كله معروف.
بتحب السلطات؟ اه بحب السلطات، الطحينه. طحينه وبابا غنوج بالذات. انت اكيل بقى، انت اكيل ما شاء الله.